كما جدد نواب كركوك عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني حرصهم على نقل صوت أبناء كركوك دون تمييز إلى الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية والعمل على تحقيق تطلعات وأمنيات الكركوكيين على حد سواء. نواب الاتحاد الوطني الكردستاني أكدوا العمل مع الكتل الأخرى تحت قبة البرلمان لإعادة الحقوق لكركوك وأهلها. أكد نواب كركوك من الاتحاد الوطني الكردستاني حرصهم لإيصال أصوات وهموم وتطلعات أبناء كركوك دون تمييز إلى المسؤولين في الحكومة الاتحادية وفي مناقشاتهم تحت قبة البرلمان، مشيرين إلى أن هناك تعاونا جادا مع كافة الكتل السياسية ونوابها من أجل إعادة الحقوق المسلوبة للكرد والتركمان إلى أصحابها الشرعيين، داعين في الوقت ذاته نواب الكتل الأخرى من كركوك العمل بروحية الفريق الواحد من أجل كركوك وأهلها على حد سواء، كون كركوك عانت التهميش والإقصاء لعقود من الزمن، مطمئنين أبناء كركوك وبكافة مكوناتهم أن نواب الاتحاد الوطني الكردستاني صوت جميع مكونات وقوميات كركوك تحت قبة البرلمان العراقي. نحن كنواب محافظة كركوك بعربه وكرده وبجميع الأحزاب نعمل معا في مجلس النواب العراقي لتحقيق الاستقرار والأمن إلى داخل المحافظة، ومن ثم بعد ذلك الأمور التي تتعلق بخدمة محافظة كركوك. نحن مثل كما عاهدنا أهالي كركوك أن نعمل معا، ونحن الآن لحسن حظنا المجموعة الموجودة حاليا في مجلس النواب الحالي من أهالي من كركوك بعربه وكرده تركمانه وبجميع أحزابه نعمل مع نحن كنواب اتحاد الوطن الكردستاني في محافظة كركوك هدفنا إيصال صوت الشعب الكردي والعربي وبجميع القوميات في محافظتنا وإيصال همومهم إلى الحكومة الاتحادية كي نستطيع أن نحل جميع مشاكل ومتطلبات شعبنا. نحن هناك في قبة البرلمان نعمل بحيادية تامة وبدون تمييز وبدون تفرقة، همنا هم الشعب العراقي، همنا أن نصل وأن نستطيع أن نحل مشاكلهم وبالأخص المشاكل النازحين الموجودين في محافظتنا. كما نعلم هناك محافظتنا أصبحت ملجأ آمن لعدة محافظات منها موصل وصلاح الدين وكذلك بغداد وأنبار، فنحن كالكرد في بغداد لا يوجد هناك أي تمييز بين القوميات والتفرقة. نأمل أن يكون جميع الكتل أن يعملون بذات الفكر وبذات القومية والإنسانية والروح القومي والتعاون بينهم. نواب كركوك من الاتحاد الوطني الكردستاني أكدوا حرصهم للعمل بكل جهد والمطالبة بتحقيق مطالب كركوك وأهلها من الحكومة الاتحادية، وخاصة تطبيق مواد الدستور وفيما يتعلق بالمادة 140 وإعادة الأراضي المسلوبة للكرد والتركمان إلى أصحابها الشرعيين إدبان النظام الباد. مادة 140 تبقى حية وموجودة وتبقى مشاكل الأراضي المغتصبة من قبل نظام البائد موجودة بشكل قوي في على طاولة المفاوضات الحكومة أقليم وحكومة بغداد ما بين الأحزاب الكردية والتركمانية، أحزاب الكردية والعربية، أحزاب التركمانية والعربية تكون موضوع حي، لأن المشاكل قائمة وليس لها أن نمحي هذه المادة إلا أن نجد حلول لهذا المشاكل. الاتحاد الوطني الكردستاني من خلال نوابه في كركوك يؤكد مرة أخرى أنه الصوت الحقيقي والمعبر لأبناء كركوك على حد سواء. يشار خالد، فضائية كركوك.